بدنا نطلع على الغوطة نشوف شو الوضع، نشوف أول شيء قوات مسلحة التشكيلات اللي عم تقاتل المناطق اللي تحررت، ناخذ الغوطة من الشرق من عند النشابية وصولا لجسرين. جسرين كان فيها قتال شرس، و يعني كانت ربما تكون واحدة من أقصى المعارك خلال الأسابيع الماضية، لكن اليوم حسب ما فهمنا بسأبة وبكفر بطنة ربما يكون في تسليم، في مفاوضات، دخل الجيش لجزء من هالمناطق، وإن شاء الله يعني أي شيء ممكن نحرره بدون قتال فهذا هو الشيء الصح. يعني كمان لا ننسى أنه في مدنيين الواحد يحافظ على حياتهم، كلنا بنعرف انه المسلحين عم يستخدموهم دروع بشريه. طريق المطار بمرحله من المراحل كان في عليه قمص بشكل مستمر، وكان ينقطع اذا مو لايام فلساعات. طرق كثيره، يعني كان الهدف هو خنق مدينه دمشق، والحقيقه خنق سوريا كلها من خلال قطع طرق وقطع التواصل بين المدن. وبالتالي انتفاء كل العوامل الأساسية لحياة المدن والمواطنين. فيعني بفكر إنه الطريق انفتح عمليا، شريان الحياة، الدم، الأكسجين، كله بدأ يمشي من أول وجديد بالبلد بسوريا. هي منطقة دير سلمان حاليا قبل النشابية بشوي. طبعا هي المناطق كلها كانت تحت سيطرة المسلحين، وعمليا يعني هي المناطق اللي عم نمشي فيها حاليا بكل متر يمكن في قطرة دم من مقاتل سوري، من بطل من الأبطال، حتى نقدر كلنا نمر فيها وترجع على الحياة. ومن أول مرة بدأوا يخسروا القصير من 4 أو 5 سنوات تقريبا، كان عنده نفس الخوف، يعني كل معركة بنربحها أو بيخسرها الإرهابيين فهي بتضعف معنويات الطرف الآخر وبتفقد ورقة من أوراقه. وبعد خسارة حلب اللي كانت ورقة من الأوراق الكبيرة بإيد الإرهابيين وبإيد المشغلين للإرهابيين، أصبحت الأوراق أساساً محدودة، خاصة الغوطة على مشارف العاصمة دمشق بأهميتها السياسية والاقتصادية والمعنوية، كنت أكيد ورقة كبيرة جداً قد تكون من أكبر الأوراق اللي عم يخسروها. لذلك إذا كانت المدن الصغيرة والمساحات الصغيرة هي بالنسبة لهم صعبة أن يتخلوا عنها أو أن يتقبلوا خسارتها، فبكل تأكيد وبشكل بديهي راح تكون الغوطة أكثر أهمية بالنسبة لهم من كل باقي المناطق الأخرى. ومنشوف من اليوم أن السكان اللي عم تطلع البعض منها هرب تحت إطلاق الرصاص باتجاه حواجز الجيش، فهذا فضيحة حقيقية. ما بقول للإرهابيين، بالأخير الإرهابيين مجرد أدوات، لا نعتبرهم غير موجودين، يعني أداة تمسك وتحرك يمين ويسار، لكن للدول المنخرطة تماما في الحرب على سوريا هي فضيحة حقيقية، لأن الورقة الأساسية دائما هي الورقة الشعبية. إذا ما في ورقة شعبية ما في شرعية لأي طرح أو لأي عمل. فلما عم يشوفوا أن الناس كلها بترجع للدولة، هذا يؤكد لكنا دائما نحكي أن الناس بدها الدولة، عدا عن أن الدولة هي بشكل طبيعي الأم والأب لكل الناس، وهي الجانب الشرعي في أي عمل سياسي أو عسكري أو غيره. فكان في مشكلة لدى تلك الدول أنه يخسروا المبرر
الشرعي او عمليا المبرر اللي هن عطوه الشرعيه بطريقتهم بالبروباغندا تبعهم بالاكاذيب عطوه الشرعيه لحتى يتم استخدامه يعني بشكل او باخر ضد الدوله السوريه. وطبعا يكون في راي عام عالمي مؤيد لهم تحت عنوان دوله شريره ضد الشعب الطيب. اي شيء عسكري يوحي بالفخر والكبرياء ويوحي بالوطنيه، لانه الجيش العربي السوري عمليا من ايام الاستقلال لليوم هو اللي صنع تاريخ سوريا. هلا قطعنا النشابيه واقتربنا من جسرين. حاليا قوات الجيش العربي السوري حررت جسرين من يومين، بعتقد لبين ما نوصل لعندهم خلال دقائق ممكن تكون ايضا جزء من كفر بطنة وسأبة تم تحريره من الارهابيين. بكل تأكيد شيء مؤلم يمكن بهيك زيارة، بالرغم من كل الشعور بالفخر، شعور الفخر بيعطي بكل تأكيد شعور السعادة في أي ظرف من الظروف، لكن شيء المؤلم هو أنه نشوف ناس أجبروا قسريا بسبب الحرب بسبب الإرهابيين أنه يطلعوا من مساكنهم ويعيشوا لأيام بالعرى. يمكن أكثر شيء بيخلي الواحد يتألم بهيك حالة ومشاهدة الأطفال، ويمكن على المدى القصير ينحل الموضوع. بكل تأكيد الدولة عم تقوم بواجبها ويوميا في كميات هائلة من المساعدات، بالإضافة لتأسيس مآوي بشكل عاجل من أجل تأمين أماكن المعيشة والنوم لهالعائلة. لكن إذا بنفكر على المدى البعيد فنحن أمام جيل عاش 5 سنوات بأفكار ظلامية بجهل مشابه لجهل القرون الوسطى. يمكن يطلع معنا جيل بنسبة كبيرة منه أمي ما بيعرف القراءة والكتابة، فأمامنا تحدي كبير جدا في إعادة تأهيل هذا الجيل، هدول الشباب. كيف التحدي الأكبر من التحدي القصير اللي هو إنه نحن بدنا نأمن المأكل والمأوى، إنه نأمن التعليم، نأمن التوعية، نعيدهم للسكة الصحيحة، بالرغم من إنه خسروا سنوات مفروض بعمرهم كان يكونوا ببعض منهم بآخر مرحلة ابتدائية وبعض منهم ربما في المرحلة الإعدادية. هذا ثمن إجباري لابد من دفعه بمثل هالظروف، ولكن من الممكن تلافي ولو جزئيا وبنسبة